بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في حصة اليوم نتطرق لدرس في مادة التربية الإسلامية، وبالتحديد في مدخل الحكمة بعنوان الرفقة الصالحة. وهذا الدرس على سبيل التذكير يأتي بعد الدرس بعنوان حق الغير العمل الصالح، وبالتالي لا بد من ربط السابق باللاحق. فإذا كان الدرس السابق حق الغير العمل الصالح ودرسنا اليوم بعنوان الرفقة الصالحة، فإن الدرسين معا يلتقيان، بحيث لا يمكنك أيها التلميذ العزيز أن تقوم وأن تؤدي حق الغير من خلال العمل الصالح إذا رزقك الله ومنحك ومن عليك بالرفقة الصالحة. هكذا يتضح لك ويتجلى أمامك وتتجلى أمامك العلاقة بين الدرسين، الدرس السابق والدرس اللاحق. وفي البداية لا بد من تسطير مجموعة من الأهداف لهذا الدرس نروم تحقيقها في النهاية. أولا، نريد أن نتعرف على مفهوم الرفقة الصالحة في الإسلام. الهدف الثاني، نريد أن نحدد أنواع الرفقة الصالحة وطرق اكتسابها في الإسلام. الهدف الثالث، نريد أن نستنتج أهمية الرفقة الصالحة في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. هذه أهداف الدرس. والرفقة تكتنفها مجموعة من الفهوم عند كثير من الناس، ولا بد في بداية هذا الدرس أن نضع مشكلة ترافقنا من خلاله، نستكشف من خلالها بعضا من أنواع الرفقة التي تجري بين الناس وخصوصا فئات الشباب كثيرا، لكي نستطيع الخروج من خلالها وأن نستخلص من خلالها ما معنى وما مفهوم الحقيقي للرفقة الصالحة، وما فرق بينها الرفق الأخرى التي تكون بعيدا عن مفهوم الرفقة الصالحة في الإسلام. الوضعية كالتالي: نسج أحمد وخليد وسعيد علاقة صداقة وصحبة بينهم، وبموجب ذلك كونوا رفقة يقضون مجمل أوقاتهم اليومية والليلية مجتمعين، بل فوق هذا وضعوا بنود الاتفاق بينهم على احترام مواعيد اللقاء ومكان وأماكن الجلوس دون تأخر أو غياب. وبعد مضي وقت على رفقتهم وعلاقتهم بهذا الشكل، شعر سعيد بالملل، ولاحظ أن هذه الرفقة بهذا الشكل لم تترك له من الوقت ما يكفيه لقضاء شؤونه الخاصة، لا سيما وأنه طالب جامعي، مما جعله في البداية يتأخر عن الرفيقين بين الفينة والأخرى، حتى تطور أمره إلى الغياب عن الرفيقين وجلساتهما، مما جعلهما أي أحمد وخالدا يتفقان على هجره ومقاطعته بدعوى أنه ليس رفيقا صالحا. نحن نتساءل في البداية ما معنى وما مفهوم الرفقة الصالحة، وما هي أسس الرفقة الصالحة في الإسلام، وما هي مواصفات الرفيق الصالح. وللإجابة عن هذه التساؤلات وللتعامل مع هذه الوضعية التي ستصاحبنا خلال مراحل هذا الدرس، لا بد كالعادة في مادة التربية الإسلامية نؤطر الموضوع، موضوع الدرس، بنصوص الانطلاق. النص الأول من الآية 67 من سورة الزخرف، وهي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنص الثاني من الآيات 27 والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من سورة الفرقان، وهي قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا،
لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والنص الثالث هو حديث رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك ما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نؤطر هذه النصوص. النص الأول نجد فيه كلمة الأخلاء، وكلمة الأخلاء مفردها خليل، والخليل هو الحبيب والصديق والرفيق، أي الأخلاء هم الأحباب والرفقاء والأصدقاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون الممتثلون لأوامر الله والمجتنبون لنواهيه. النص الثاني: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. السبيل أي سلوك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، أي رفيقا وصديقا. يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذولا أي صادا عن الطريق المستقيم. والنص الثالث الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك، يحديك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير، الكير ما ينفخ به في النار حتى تتقد وتشتعل. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. كيف تخدم هذه النصوص هذا الدرس من الموضوع الرفقة الصالحة؟ في النص الأول نجد فيه الله سبحانه وتعالى يرغب في الرفقة الصالحة ويرهب عن ضدها: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى معيار اختيار الرفيق في الصالح، وهو الرفيق الذي يتصف بتقوى الله، هذا هو المعيار الأول. والنص الثاني يحذرنا فيها الله سبحانه وتعالى عن رفقاء السوء لما لهم من عواقب وآثار ترجع على الإنسان بالحسرة والندامة في الدنيا والآخرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. النص الثالث فيه تشبيه، والتشبيه من أبدع الصور والأساليب التي تقرب المعاني إلى الأذهان. شبه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الصالح بحامل المسك نظرا لفوائده، وشبه فيه الرفيق السوء بنافخ الكير نظرا لعواقبه. هكذا تتضافر هذه النصوص الثلاثة في التأسيس لمفهوم الرفقة الصالحة في الإسلام كمبدأ أساسي أصيل شريف في الإسلام. النص الأول يرغب في الرفقة الصالحة من خلال بيانه لمعيار اختيار الرفيق الصالح، والنص الثاني يحذر من رفقاء السوء نظرا لعواقبهم كي نتجنبهم لما لهم من آثار سلبية. والنص الثالث هو مقسم، جزء منه يلحق بالنص الأول، فيه ترغيب حيث شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الصالح بحامل المسك، هذا ترغيب. والشق الثاني في الحديث فيه ترهيب وتحذير من رفيق السوء حيث شبهه صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، ونافخ الكير
إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ننتقل إلى المحور الأول من هذا الدرس بعنوان مفهوم الرفقة الصالحة والترغيب فيها، لأنك أيها التلميذ تلاحظ من خلال الوضعية المشكلة التي انطلقنا منها أن ثلاثة زملاء أحمد وسعيد وخالد اتفقوا على تكوين رفقة فيما بينهم، بل وضعوا بنود الاتفاق لهذه الرفقة، واتفقوا من خلالها على احترام مواعيد اللقاء وأماكن الجلوس بدون تأخير ولا غياب. بعد مضي فترة من هذه الرفقة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، شعر سعيد بالملل. نتساءل، ما الذي يجعل سعيدا يشعر بالملل؟ والرفقة الصالحة لا يمكن بحال من الأحوال أن تشعر الرفيق بالملل. إذن هناك خلل، لا بد من تأصيل المفهوم. ما معنى الرفقة الصالحة؟ الرفقة في اللغة مأخوذة من فعل رفقة. إذا رجعنا إلى معنى هذا الأساس، فعل ماضي رفقة، تدور حول معنى نفع وأعان، بمعنى أن الرفقة لا بد أن تتحقق فيها على الأقل هذه المعاني، المنفعة والإعانة. لا شك أن الرفقة بين الثلاثة الذين قدمنا لهم من خلال الوضعية، لو كانت فيها المنفعة والإعانة لما شعر سعيد بالملل، لا سيما وأنه طالب جامعي متقال بالتبعات كثيرة. والرفقة اصطلاحا هي الصداقة والصحبة التي تتكون من طرفين فصاعدا. الرفقة لا بد من الاجتماع بين الأطراف، أقلها اثنان فأكثر، هذا من الناحية الاصطلاحية. والرفقة الصالحة بشكل شمولي مفهوم مركب. والرفقة الصالحة هي مصاحبة الشخص لمن يعينه على سلوك طريق الخير ويساعده عند الحاجة. هذه هي مفهوم صحيح والسليم للرفقة الصالحة، حتى لا نقع في كثير من التجمعات الأخرى التي يسميها البعض رفقة صالحة وهي بعيدة عن الرفقة، كما حدث من خلال الرفقاء في الوضعية لما شعر أحدهم وهو سعيد بالملل وبدأ يتأخر عن هذه الرفقة ويريد التخلص منها بكذا. هذا ما يتعلق بمفهوم الرفقة الصالحة. إذا كان مفهوم الرفقة الصالحة بهذا المعنى، المنفعة والإعانة، فنرجع إلى لتبين كيف رغب الإسلام في هذا الرفقة بهذا المعنى، الإعانة والمنفعة، كيف رغب الإسلام فيها. ننتقل إلى الفقرة الثانية، الترغيب في الرفقة الصالحة. حينما نقول الترغيب في الرفقة الصالحة بمعنى الترهيب في الرفقة الطالحة، والقاعدة أن الإسلام حين يرغب في الشيء يرهب عن ضده، والعكس حينما يرهب عن الشيء فهو يرغب في ضده. وكما يقول العلماء، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. كيف رغب الإسلام في الرفقة الصالحة؟ نرجع إلى نصوصنا. النص الأول، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حينما بين النص الأول المعيار الصحيح والركن الركين الذي تتأسس عليه الرفقة الصالحة وهو تقوى الله عز وجل، بهذا الأسلوب رغبنا الإسلام في الرفقة الصالحة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن الترغيب في الرفقة الصالحة واضح جلي من خلال النص الأول. وهذا الترغيب أيضا يتجلى في الشق الأول من النص الثالث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وحامل المسك، يعني الرفيق الصالح تشبيه، وحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هكذا رغب الإسلام في الرفقة الصالحة. إذن الرفقة الصالحة هو الإنسان الذي تستفيد منه، أو الذي تنبني علاقتك به على الإفادة والاستفادة والمنفعة والإعانة. هذه هي الرفقة الصالحة. إذا فهمت أيها التلميذ أن الإسلام قد رغبك في الرفقة الصالحة، فاعلم أيضا أنه قد رهبك عن الرفقة السيئة. والترهيب عن الرفقة الصالحة واضح جلي من خلال النص الثاني، وهو قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا تفهم أيها التلميذ أن الإسلام قد رهبك عن الرفقة السيئة. إذا رغبك في الرفقة الصالحة فإنه قد رهبك عن الرفقة السيئة من خلال النصوص الماثلة أمامك المؤطرة لدرسك. وهذا الترهيب أيضا يتجلى في الشق الثاني من الحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم تشبيه وحام ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا تنفير وترغيب من الإسلام في الرفقاء السوء. وفي سورة الكهف الذي تصاحبنا وتصاحبك أيها التلميذ في هذا المستوى في هذه السنة، نجد فيها مفهوم الرفقة الصالحة واضح جلي بالتمام. ونجد مثلا في قوله سبحانه وتعالى خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. واصبر نفسك مع الذين، مع الذين رفقة، المعية الرفقة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هكذا تتأصل الرفقة الصالحة، مفهوم الرفقة الصالحة في الإسلام من خلال النصوص المؤطرة ومن خلال النصوص في سورة الكهف التي تصاحبنا وترافقنا خلال هذا المستوى الدراسي هذه السنة. وفي نهاية هذه المحاور وهذه الفقرات لابد من جمع شتات فقرات هذا الدرس من خلال تقويم تكويني أو تقويم مرحلي. من خلال ما أتينا عليه من خلال هذه المراحل أيها التلميذ، تستفيد أن الرفقة الصالحة مبدأ إسلامي عظيم وشريف له أساسه وله أصله في القرآن والسنة. مفهوم الرفقة الصالحة متأصل في القرآن والسنة، والنصوص الثلاثة شاهد على ذلك. ومن خلال الوضعية المشكلة أيضا تستنتج وتستفيد أيها التلميذ أنه ليس كل تكتل وتجمع كيفما كان نوعه وشكله يستحق أن يسمى رفقة صالحة. والرفقة الصالحة أيها التلميذ هي التي تدور على الإعانة والمنفعة والمساعدة والأخذ باليد نحو طريق الخير والابتعاد عن الشر، حتى تكون أيها التلميذ على بينة من أمرك وتكتسب ضابطا ومعيارا يجعلك تختار الرفقاء الصلحاء لحياتك. وأيضا تعرفت أيها التلميذ على أن الرفقة الصالحة من خلال مفهوم أنها تدور على المنفعة وعلى الإعانة. ليس كل تجمع يضيع من الوقت يستحق أن يسمى الرفقة الصالحة. واستفدت أيضا كيف رغب الإسلام في الرفقة الصالحة وكيف رهب ورغب عن ضدها.